اهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم حديث التعليميه منطقه الامان. كل واحد فينا دايما بيبقى عاوز يحس ان هو في منطقه امان، بيئه محيطه بيه تكون فيها امان، وغالبا بيعيش الروتين بتاع حياته ومش عاوز يغيرها. لو جه نظام ممكن يكون متغير نوعا ما فبيقلق اللي هو يخرج بره منطقه الامان دي ويخاف من التجربه، وده يمكن اللي حصل عند الكثير من الطلاب واولياء الامور لما عرفوا ان في نظام تعليم هيكون نوعا ما جديد، هيكون في تغيير للمناهج، طريقة للتقييم لسه لحد وقتنا هذا ما اتضحتش بالنسبة للصفوف الأولى، ولكن في خوف وقلق، وده طبيعي جدا ان انا اخاف واقلق لاني هخرج من بره منطقة الأمان او اللي انا متعود عليه او اللي اتعلمته او اللي اتربيت عليه. ولكن لما بنقول في تغيير لازم يحصل في تعديل في نظام التعليم، وبالتالي احنا بنقول عندنا مشاكل كثيرة جدا في العملية التعليمية، مشكلة قائمة على الحفظ والتلقين، مشكلة قائمة على تقييم الطالب بس فيما يخص تحصيله للمواد الدراسية، ولكن بنبتعد عن مهاراته وملكاته وقدراته ومهاراته الحياتية قدرت تتطور ولا لا، جاهزيته للتعامل مع الآخر قدر يتطور فيها ولا لا. ولكن نظام التعليم الجديد هو بيحاول بقدر الإمكان يحقق المهارات الحياتية بجانب الدراسة الأكاديمية، وده يمكن اللي هنحاول نعرفه النهاردة. الكثير من حضراتكم يمكن أنا قابلت حد زميلنا في التلفزيون هنا قبل الحلقة بساعتين فبيقول لي أنا عاوز أعرف ايه نظام التعليم الجديد الخاص بالثانويه العامه، سنه اولى ثانوي احنا مش فاهمين، طب موضوع التابلت، طب هيتسلم، طب هو استخدامه يعني هيكون مستخدم كوسيله تعليميه ولا نظام خاص بيه. يمكن وانا حتى حدثته قبل الحلقه وقلت له يا ريت مداخله تليفونيه وتعرف ايه اللي ممكن يكون خاص بنظام التعليم الجديد، ولكن احنا هنتكلم بشكل خاص جدا عن النظام التعليمي الخاص بالمراحل الاولى والصفوف الاولى من المرحله الاساسيه و من رياض الاطفال تقريبا لحد سنه رابعه ابتدائي. يمكن دي الملامح اللي ممكن نوضحها النهارده. طبعا فكره الدمج والامكانيات المتوفره لطلاب الدمج برضه هنتكلم فيها النهارده، وجزء خاص جدا عن فكره اللجان الخاصه وازاي ممكن يكون في لجنه خاصه وايه الاجراءات المفروض يقوم بيها ولي الامر والطالب بحيث ان هو يقدر يدخل في لجنه خاصه. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا النهارده او ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه ساميه الصادق، معلم خبير بوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. استاذه ساميه، يعني في نظام تعليمي جديد، حضرتك نعمل مقارنه بس نعم. سريعة ما بين النظام القديم والنظام الحديث. هو النظام الجديد هو طبعا عمل فرصة كبيرة للتلميذ انه يربط التلميذ ومن الصغر بالبيئة المحيطة به. طبعا ربط التلميذ بالبيئة دي حاجة مهمة جدا، اصبح التلميذ في ارتباط بالاشكال بالصور بالرسومات الموجودة في كتاب اسمه المتعددة، ده نزل على الصف الأول الابتدائي هذا العام، والكتاب ده فيه حاجات جميلة كلها بتخلي التلميذ يفكر، ودي طبعا التفكير ده يعني بيخلي يفتح عنده مجالات كبيرة للعلم، وبيخلي التلميذ على ثقة بنفسه، بيربط بالبيئة اللي هو عايش فيها. وفي طبعا في صور في حاجات. طيب هو هل النظام الحديث، لان من كلام حضرتك دايما متعلق بالصور، نعم، بفكره الصور، هل هو النظام الحديث قائم بس على فكره ان في صور في لا الكتاب ولا في حروف مناهج المفروض طبعاً يدرسها الطالب وبالتالي بتصل بيه الى مهارات حياتيه معينه؟ هو لا، في مناهج طبعا على الصف الاول، والمناهج دي طبعا كل المعلمين قاموا بتنفيذها نظري وعملي. يعني أنا شفت نموذج من المدرسات خدت الصورة من الكتاب ونفذتها عملي في الفصل. الصورة دي كانت صورة تلميذ بينظف المكان اللي هو فيه، فهي قامت برضو عملت دي عملي. وفي عندنا ما شاء الله يعني مدرسين متفوقين جدا في العملية التعليمية، وبدأنا طبعا هو نظام لازم يربطنا بالتقدم، مش مصر طبعا لازم يبقى فيها تقدم للتلاميذ، مش هنتدنى بنظام قديم مربوط، لا لازم نواكب العصر، نواكب شو، نشوف الصين، نشوف اليابان، نشوف الدول المتقدمة بنتعلم منهم، يعني التجارب دي كلها تعليم للتلميذ. فطبعا التجارب آلية تطبيق النظام الجديد في الصفوف الأولى، يعني هل هي بتبتدي من رياض الأطفال فعليا وبتنتهي عند الصف الرابع الابتدائي ولا نعم في مستحدثات؟ لا، هي لسه كل سنة هتبقى إيه في مرحلة بالذات. مرحلة كده، إحنا بدأنا سنة أولى السنة دي، سنة أولى موجودين بالمدرسة لحد من سنة أولى ولا من رياض الأطفال؟ طبعا إحنا مدارس حكومية فيها بدأ من سنة أولى،
فاحنا طبعا بدأنا سنة أولى ما زالت لحد الآن ان هما بيحضروا في المدرسة لحد 24 واحد، ما لهمش امتحانات، كل وجودهم بياخدوا المنهج بتاعهم. الامتحانات بدأت من تانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة، ولحد الآن الامتحانات تصير العملية التعليمية تمام والامتحانات ماشية على طب آلية أقصى وقت. التطبيق بالنسبة للصف الأول الابتدائي كان التطبيق ازاي؟ يعني بدأوا يستوعبوا المنهج الجديد ازاي، وخاصة اللي احنا قلنا سنة أولى ابتدائي دلوقتي هو المفروض خرج من رياض الأطفال وبدأ ياخد شكل معين في هو التعليم. طبعا بيجي بحروف، والحروف دي طبعا الحروف بكون الحروف على بعضها بتصبح جملة بعد كده، ومعتمدين طبعا على الأنشطة في الكتاب المتعددة ده. الأنشطة دي مهمة، في تصور للتلميذ، تفكير، الابتكار، بيبتكر كل يوم يجيب رسمة يعملها على يعني طريقة زي صور كده ويجيبها، فدي حاجات يعني الحمد لله يعني التعليم فيه ابتكار، واحنا طبعا بندور على الأنشطة والابتكار في المرحلة الأولى لأن دي بذرة اللي بنبدأ بيها هل كان المرحلة في اعداد التعليمية. للمعلم؟ يعني معلم الصفوف الاولى كان في كان اعداد في ليه بحيث ان هو تدريبات، يبتدي يتعامل مع المنهج نعم الجديد، كان وخاصه في ان انا قابلت كذا معلم يقول لي انا مش قادر استوعب المنهج الجديد. لا في تدريبات دايما الوزارة عاملة تدريبات للمعلمين، والتدريبات دي كل الصف القائمين على الصف الأول خدوا التدريبات دي، والتدريبات دي كانت بالتبادل. النهاردة كان المجموعة عباره دي عن ايه التدريبات يا استاذ زكريا؟ التدريبات طبعا المعلمون أولا، بس المعلمون اولا ده قديم شويه، يعني طبعا في مبادره بعد قديمه كده شويه. في التدريبات اللي هي اللي استجدت الأيام اللي فاتت دي، اللي هي بتاعت سنة أولى، كل معلم سنة أولى كان موجود فيها طبعا. حاجات جميلة يعني بصراحة، يعني يعني استفدنا احنا برضو بالحاجات دي حضرتك وشفنا. قلت لي انا مديرة مدرسة حكومية، حضرتك تابعت ازاي تدريبات المعلمين واتدربوا على ايه؟ يعني هل اتدربوا على المنهج الجديد ولا اتدربوا على، استراتيجيات لا لا تدريس المنهج الجديد ولا اتدربوا التعامل مع على، نفسيات الطلبة لا وانماطهم المختلفة؟ اتدربوا على المنهج الجديد وازاي، وهم طبعا مبسوطين من يعني كم مدرس وكم مدرسة ما بيقولوا النظام جميل جدا وعجبهم النظام فعلا وماشيين عليه. ما فيش في حاجة، بس طبعا لما بتلاقي الحاجة في أولها بتبقى مثلا على ولي الأمر، مش عايز يفهم، مش عارف يفهم، لكن بالتدرج حقيقة إن شاء الله هتبقى لا احنا خلينا في المعلم دلوقتي، يعني هو المهم هو اللي هيوصل طبعا الرساله يوصل سواء كان من ناحيه المعلومة. المهارات الحياتيه في المنهج الجديد او من الناحيه الاكاديميه والمعلومات طبعا المفروض يوصل بيها للطالب. يعني ايه التدريبات اللي خدوها؟ التدريبات اللي هي على منهج الصف الأول كلهم خدوا نفس التدريب اللي هو اللي هو التدريبات اللي هي اللي هي كانت في الفترة اللي فاتت دي، وكانت التدريبات يعني متفاوتة. دي النهاردة المجموعة دي، المجموعة اللي بعديها، فيعني يعني التدريبات كانت على التواصل، على كانت التواصل، التدريبات على المنهج، تواصل على على المنهج. المعلومات اللي داخل المنهج. المعلومات انا عاوز اللي اقول لحضرتك احنا عاوزين نعرف المعلومات التدريبات. اللي داخل المنهج طبعا كل واحد خد الايام كانت معروفه دي. كل معلم راح مثلا عشان ما يخلوش المدارس من المعلمين، فبدا ان مجموعه تروح ومجموعه تقعد لحد ايه. واحنا بنطالب برضو الوزير التدريبات تبقى في اجازه نص السنه او في الاجازه الكبيره في اخر، يعني بيكون التلاميذ قعدوا في البيت عشان يبقى ايه، ما يبقاش في عجز في المدارس في وقت التدريب. تقبل الطلبة نفسهم بقى في تمام، الصف الأول الابتدائي للتعليم، نظام التعليم الجديد. مبسوطين طبعا من المتقبلين، هو وطبعا طبيعي في حضرتك هتقولي ابتكارات. متقبلين، لا يعني لا أنا لا حضرتك في إزاي ابتكار لقيت ده؟ يعني تقبلهم بيجيبوا للمعلومة، تقبلهم بيجيبوا أنا مش بتكلم إن هم مبسوطين وقاعدين بيضحكوا في الفصل، لا 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 أنا بتكلم اللي هم تقبلوا لا النظام إزاي؟ بيتقبلوا هل في طبعا، معلومات فعلا أضافتهم؟ فعلا هل في تغيرات على أضافتهم شخصيتهم؟ وعملوا حاجات وعملوا معارض من الابتكار اللي هم عاملينه، الرسومات اللي هي موجودة. كل تلميذ بيجيب الرسمة بتاعته مثلا عملها النهاردة، دي بتبقى ليه درجات طبعا، يعني في حاجات تحفيزية ليهم، في مثلا جوائز بتبقى ليهم، عشان طبعا كل ما يعمل حاجة جديدة حضرتك مثلا بتحفزه ان انت بتديله هدية على اساس ان بعد كده يعمل احسن، فالابتكار طبعا موجود منهم.
ونتمنى ايه يعني المؤشرات اللي العمل. قالت اللي فيه ابتكار يا استاذه سامية؟ الارشادات طبعا احنا عايزين لا المؤشرات مش ارشادات، يعني المؤشرات اللي قالت اللي الطفل هنا بدأ يتقبل، لان هو لسه في مرحله الطفوله، لسه في مرحله النمو، لسه بيبتدي يكتمل من الناحيه التنمويه والشخصيه. ايه المؤشرات اللي بتقول المنهج هنا اثر عليه بالايجاب؟ طبعا التلميذ بتلاقيه طبعا بيبتكر، انت لما بتشوف رسمه جديده غير الرسمه اللي كان بيرسمها زمان في كراسه الرسم، دلوقتي عاد اصبح بيحط الحروف بتكون جمله لوحده، ممكن يجيب زي مجسم كده ويعمله، يعني عايز يعمل. وفعلا الاطفال لو انت فاكر ان احنا زمان كنا بنجيب اللعب الاطفال الصغيره دي ونكون كلمات من الحروف، هو دلوقتي بيعمل كده وبيبتكر هو من نفسه الحاجات دي. دليل المعلم بماذا يحتوي وكيف يتعامل مع المعلم، يعني خلينا الأول في دليل المعلم واحتوائه. هو دليل المعلم هو محتوي طبعا على طرق التدريس والمدرس وشرحه في الفصل وكيف يتعامل مع المعلم لحد ايه. دي يعني كل معلم طبعا استلم الدليل بتاعه هل حضرتك كمدير مدرسة اتأكدت ان المعلمين يعني بدأوا يعني يحتكوا بالدليل، بدأوا يفهموا الدليل، يتعاملوا معاه؟ طبعا كل مدرس ماشي على الدليل وطرق التدريس بتاعته، وبيبتكر في الفصل حاجة تانية غير الدليل كمان، يعني موسوعة دلوقتي حاجة يعني بماذا ابتكار. يحتوي الدليل يا استاذ سامي؟ يعني الدليل فيه ايه من جوه؟ اللي هو الدليل هل طبعا طرق تدريس فقط طرق، استراتيجية، لا ولا في خطوات معينة المفروض يمشي عليها في المعلم خلال خطوات الدرس؟ بيمشي عليها المعلم، في ابتكار، في حاجات ازاي يكون الجمل بتاعت الدرس، ازاي هيستفيد من الدرس ايه بعد ما خلص اليوم ده، استفدتوا ايه من الدرس. كل واحد يطلع ورقة ويرسم النهاردة خدنا ايه، الجملة دي خدنا كم جملة، طب كونت لنا كلمة. الحاجات دي كلها استفادة برضو من التقويم اللي هو هل دليل دليل المعلم. معلم ازاي يقيم الطالب نفسه، اللي هو ايه الحصيله اللي بدات توصل للطالب؟ لان هو يعني المفترض او على حد العلم الكثير ان المفروض المناهج الجديده ليها علاقه كبيره جدا بتكوين المهارات الشخصيه، خاصه في المراحل الاولى. هو طبعا الدليل كل معلم طبعا خد الدليل اللي هو اللي استلمه، مشي على الخطوات بتاعته وابتكر من عنده ما كمان. فيش معلم جه قال لك انا اصلا ما استلمتش الدليل لا فمش لا عارف لا لا اشتغل؟ لا 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 طيب الدليل مش متوفر لكل لا لا المعلمين؟ متوفر فعلا. احنا المدارس طبعا اصل الدليل يعني سنة اولى بتبقى مش كام فصل في المدرسة، ده ساعات بتبقى 4 فصول، وساعات في مدارس طبعا من بعض المدارس فصل، فيعني ده كل امال فين الكثافه الطلابيه بقى؟ امال ليه بنشتكي من الكثافه الطلابيه وعندنا كثافه طلابيه وسنه ممكن اولى يكون فيها في 70 المحافظات. طالب؟ لا لا ما عندناش احنا يعني في يعني المدرسه عند حضرتك في كام فصل اولى ابتدائي؟ اولى فصل واحد، هي على مدرسة فكره ده صغيرة. الكلام ده بناء على كلام استاذه ساميه، يعني انا ما اعرفش والفصل المدرسه اللي بيديرها واحد استاذه ساميه. والكثافة ما تعديش 30 تلميذ. يعني هو فصل واحد مع معلم واحد، او معلم واحد هو اللي شغال على هذا الفصل فاستلم الدليل، فسهله جدا يعني احنا وفرنا له فسهلة. دليل. اما في مدارس انا مع حضرتك في مدارس طبعا في ادارات تانية غير في ادارات، وفي المحافظات عارفة ان هو فيها حضرتك 70 تبع اداره تلميذ، ايه؟ احنا ادارة زيتون. الزيتون التعليمية. طيب بالنسبة للمعلم اللي خد الدليل الواحد وشغال على فصل واحد تمام. دلوقتي، هل كان ليه تدريب خاص بيه؟ كان يعني ليه معلم بقى تدريب. شغال على فصل واحد ف لا كان ليه تدريب، وطبعا تم التدريب وبنجاح كمان، بيدوهم تميز في التدريب، والعمليات التعليمية تمام. انا عاوز اقول لحضرتك، لا اصل احنا بص يا مدام اتفضل سامي عشان خاطر نكون اتفضل. انا بنتكلم على عارفة ارض الواقع، ما انا ينفعش عارفة اقعد اقول للناس العمليه لا التعليميه تمام واحنا كلنا حاسين ان ان في حاجة في مشاكل تغيير في جديد. العمليه التعليميه. ما في هو ما تغيير، طبعا ولكن احنا ما مع التغيير طبعا، لكن دايما في مشاكل في العمليه التعليميه. دايما الحاجة في اولها بتبقى يعني الانسان مش بيبقى متقبلها، بعد شوية اتقبلوها، يعني اول شهر ماشي، تاني شهر بدأوا يفهموا المنهج في ايه، بعد دلوقتي ولي الامر مش مثلا لسه في الاول مش فاهم، بس ان شاء الله طب فكرة هتحسن. ان ولي الامر يستوعب ان ابنه يروح المدرسة لغاية 24 واحد واخواته الاكبر منه خدوا اجازة وامتحنوا وقاعدين في البيت، يعني على فكرة جات دي لنا طبعا مؤرقة لكثير من اولياء الامور. جات لنا طبعا في بعض الامور اولياء الامور بنفس القصة دي، بس طبعا دي نظام لازم يواكب يعني احنا هنتدنى مصر لوحدينا كده ماشيين بنظام والدول التانية بتتقدم، ما احنا لازم نقف على ايه، على ايوه يعني عالجتوها ازاي الجزئيه دي؟ يعني اتحدثتوا مع اولياء حاولنا. الامور؟ هل مجلس الاباء والامناء او المعلمين كان ليهم دور؟ طبعا المدرسة طبعا
اتكلمت على العمليه ان الولي الامر يتقبل ان ايه ابنه لسه طبعا في المرحله الابتدائيه، وخاصه هو لسه داخل سنه اولى، شويه شويه هيقعد شويه يعني لحد لما يعدي الميعاد بتاع المدرسه، وبالتفاهم طبعا مع ولي الامر وعن طريق الاخصائيين الاجتماعيين. وبدأت العملية طبعا، تعودوا على كده، عادة الكبار بيمشوا والصغيرين بيستنوا لحد برضه بنفس القصة في الأجازة. السنة أولى لسه لحد دلوقتي بتدرس، ولحد 24 حتى في واحد أيام الامتحانات؟ حتى أيام الامتحانات، بحيث إن احنا من بتوع سنة أولى ما يخشوش الامتحانات، يعني مراقبة الامتحانات، ومخصصينهم للإيه؟ للصف الأول بس. لا يعني انا عاوز افهم، يعني دلوقتي تانية وتالتة ورابعة، احنا نفترض اللي حضرتك بتديري مدرسة ابتدائية فقط لا غير، نعم. هي مدرسة ابتدائية، ففي الصفوف كلها من الصف الثاني لحد السادس الابتدائي بيمتحن. تمام. طب سنة أولى بتحضر ازاي؟ يعني بتحضر هل متوفر لها مكان متوفر خاص لها ليها، ما مكان بتعملش لوحده؟ مشكلة لا لا، ما فيش بالنسبة مشكلة، لبقية الامتحانات؟ لا ما فيش مشكلة، هم اللجان لوحديها، وسنة أولى ليها حضور لوحدها في فصلها بالمدرسين بتوعها، هم بعيد تماما عن دخولهم في ملاحظة الامتحانات والعمليات، يعني واللي ليهم ميعاد بيروحوا فيه، وهم طبعا طب معودين السؤال معاه. اللي بيجي في بال الكثير دلوقتي، طب انا هنتقل من سنه اولى لسنه تانية ازاي؟ كان الاول بامتحن، فلو نجحت بنتقل. هو غالبا طبعا من سنه اولى لغايه ثالثه ابتدائي كان الكل بينجح كان يعني. يفرق. طب هينتقل ازاي؟ هل في عمليه تقييم مختلفه، ولا لسه ما تحددتش ملامح التقييم هو بالنسبه للنظام الجديد؟ لا، هو طبعا في تقييم دلوقتي، ما فيش يعني، مش برضو مش متحددة، بس طبعا هيتنقل طبعا من سنة أولى هيخش سنة ايوه، تانية بناء على، بناء عن يعني انا دلوقتي عندي طالب في سنه اولى ابتدائي كلهم هيخشوا. بدا يحصل، عنده ذكاء لغوي وذكاء اجتماعي، بدا مهاراته الحياتيه تظهر في بعض الامور، مثلا في الحساب واللغه العربيه نعم. بدات تنمو عنده، وفي طالب تاني هو ما اتحركش من مكانه، يعني ما قدرش ياخد خطوه لقدام، ممكن يكون بطء تعلم بقى، تمام. تخاذل، ممكن يكون كسل، ممكن يكون في 50 حاجه. بس ده هينتقل ازاي من سنه اولى لغايه سنه تانيه؟ وده هينتقل ازاي لو حضرتك في اختلاف في المستوى؟ في الأول، احنا ما كان سنة أولى بيمتحن شفوي، كان التقييم شفوي في الفترة الأولى، فهي نفس القصة برضو، هو بيعدي. يعني تم تحديد التقييم هيكون شكله ايه، ولا هو لسه لحد لا، وقتنا هذا كإدارات لحد تعليمية دلوقتي لسه لا ما عرفتوش؟ لا لا، ما عرفناش طب حضرتك متوقع التقييم يكون شكله ايه، او التقييم. شايفة المفروض يكون التقييم هيخشوا شكله سنة ازاي؟ تانية، وبعد كده في سنة تانية هتبدأ بقى التقييم بالتحريري، الأعمال التحريرية، فإن شاء الله يعني هنلاقي برضو حاجات نرجع هتبان، تاني يعني لتقبل حاجات اولياء الامور لفكرة انهم الاولاد هيقعدوا لغاية 24 يناير في الدراسة، ما هي مش طبعا. هياخدوا اجازة. هو طبعا احنا الوقت تنفيذ لمرحلة جديدة في تطور جديد، فلازم ان احنا نتقبل ان التلميذ يقعد ل 24 واحد. ليه؟ لان احنا الوقت هو منهج عنده وهو مش على المنهج، فلازم يعني نعدل، حتى ولي الامر يستحمل ابنه ان هو لسه في لحد 24 واحد، مش هتفرق. ما كل هتبص حضرتك تلاقي عبال ما يخلصوا الباقيين هتلاقي برضو الايه سنة الأجازة أولى. هتكون خلصت تقريبا. طيب احنا فترة الامتحانات بدأت، الامتحانات تقريبا تمام. للصفوف الأولى، بدأت لسه وهتنتهي إمتى، والأجازة ان شاء الخاصة الله بمنتصف العام اخر هتكون قد يوم إيه؟ في الامتحانات يوم الاربع القادم. طبعا عندنا الايام اللي قادمه بمناسبه، ومن المنبر بنهني الاخوه المسيحيين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين عشان الايام القادمه اعيادهم. فآخر يوم هيبقى يوم الأربع القادم الأربع يعني إن شاء القادم الله. هو آخر يوم آخر بالنسبة يوم طب الأجازة أسبوعين كالمعتاد، ولا هتبقى مختلفة؟ أسبوعين طلبة سنة كالمعتاد. أولى بقى، هل هنا مش هياخد أجازة خالص، ولا هيبقى في أجازة أسبوع؟ هو طبعا احنا هيبقى في أجازة أسبوع، تعالى هتبقى أسبوع. بالنسبة ليهم هتبقى أسبوع. طبعا نسبة الحضور، ما برضو التلميذ مش نسبة الحضور 100%، يعني بالنسبة ليهم يعني بص تلاقي النسبة يعني مش لا انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، لا اصل احنا لما قلنا نسبه حضور يبقى في كلام قاطع، يعني نسبه الحضور المتاح فيها ايه؟ يعني هنا لو سبع، طالب، يعني مثلا يعني ممكن لو تلاقي طالب سبعين خلال في المية النصف الاول من العام الدراسي المفروض يحضر بنسبه قد ايه من اجمالي الايام، لان المفروض كل يوم في خطه طبعا زمنيه وخطه دراسيه هيمشي عليها، بحيث ان احنا نعم نتوائم مع المنهج مع الجديد. المنهج الجديد.
ف ايوه بنسبه لا قد ايه؟ يعني نسبة 70% موجودين يعني في ده بقرار يعني، لا لا يعني هو لو لا هنفترض يعني بس انت عارف اللي هو 100 يوم ف70% يعني لا المفروض يكون حاضر لا 70 يوم. لا ما اقصدش يعني، اقصد ان الطفل يعني برضو كل في النهارده ده مريض ده مش عارفه ايه، يعني لا مش ممكن هتلاقي دي ايه حاجه طارئه، انا بتكلم على طفل النسبه مفيش مشكله مية خالص بالنسبه موجودين لي. في الحضور. ف لا ف انا بتكلم على الطفل الواحد، يعني هنا المفروض نسبه حضوره خلال الفتره الدراسيه قد ايه؟ خلال الايام الدراسيه للنصف الاول او للعام الدراسي قد ايه؟ هو طبعا في لان هو يعتبر كده لحد وقتنا هذا هو تقييمه على تقييم حضوره على الحضور. نعم وتفاعله داخل الفصل، والمفروض المعلم بيبتدي يكتب تقرير عنه، ده المفروض. نعم نعم فهي نسبة طبعا النسبة يعني بنعتبر ان هي 70% برضو كويس يعني حاجة. لا هي كويس طبعا، بس هو هل هنا يعني ده النظام المفروض ماشيين عليه كمدارس؟ يعني ال 70% ده نظام هو جاي بقرار وزاري لا المفروض النسبة لا تقل عن 70%، والطالب اللي ما يحضرش 70% يعيد سنة أولى تاني؟ لا 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 سنة أولى إحنا يعني بالنسبة لسنة أولى لسه طبعا البداية الأولى، ففي يعني مش أنا بقول ما لحضرتك ليه ارتبطناش كده؟ أصل في بنسبة، أولياء أمور ما يعني ارتبطناش بيكسلوا، بنسبة بالنسبة يعني دي. هو هيكسل يقول لك أنا هو كده كده ناجح بقى، أنا هوديه ليه وتعب نفسي وبعد لا كده لا لا أوديه لا الصبح قبل ده الشغل لعلم وبعد كده أرجع حضرتك أخده؟ الأب يبقى حريص جدا على حضور ابنه، وخاصة لما يخش سنة أولى يعني يقول كي جي 1 وكي جي 2 ممكن يبقى فيها ده لو شوية لسه أول ابن ليه لكن أو أول بنت ليه، لكن لما بيكون بقى دخل خلاص بقى وعنده بقى في رابعة ابتدائي وأولى طبعا إعدادي وتانية إعدادي، يعني فعلا بيكسل فعلا شوية. بيكسل شوية، بس يعني الحمد لله يعني ماشية النسبة يعني مش طيب بالنسبة لطلاب الدمج يعني قبولهم في المدارس بيكون ازاي، والنسبة المفروض تكون داخل المدارس؟ هو الطلاب الدمج نسبتها بتبقى ايه؟ بتبقى الفصل مثلا ما بيبقى فيه 30 بيبقى مصرح لنا ان الفصل يبقى فيه مثلا 5 دمج يعني نسبة 10% تقريبا، عشرة في يعني المية لو في 30 الفصل. يبقى 3. والطلاب الدمج طبعا متوفر لهم عناية برضو بالمدرسة، متوفر لهم امتحانات بتبقى يعني خدمة للامتحانات لوحديهم في لجان خاصة بيهم، طب ليهم ليه عملنا امتحانات. دمج وليه بنمتحنهم في لجان خاصة بيهم؟ يعني ما هم انا اعمل لهم دمج بحيث ان هم ينخرطوا في المجتمع ويحس ان هو زي اقرانه في نفس المرحلة السنية هو والعمرية والدراسية. بيبقى نموذج الامتحان غير التلميذ العادي يعني. لكن هو قاعد في نفس اللجنة بتاعت التلميذ لا العادي ولا في هو لجنة ليه خاصة بيه؟ لجنة تانية لوحدي وليه يعني ورقة امتحانية تانية ليه، نموذج تاني خالص غير طلاب الدمج ومعاه عندهم إعاقات حركية، يعني هل المدرسة في مهيئة حركية نفسها لتقبل طلاب الدمج اللي عندهم إعاقات حركية، يعني في سهولة ويسر في الحركة داخل المدرسة؟ هو فعلا بيبقى في حد بيساعدهم، بيبقى في حضرتك على فكرة حضرتك بتدينا يعني لا تفاؤل، بتدي يعني تفاؤل أنا ان شاء الله يبقى في بمنتهى تفاؤل الأمانة دمجي. طبعا لازم نتفائل، لازم بس نتفائل. برضه لازم نتكلم عن دلوقتي عشان بيبقى في نحل مشاكلنا. معوقات طبعا. يعني مثلا احنا ممكن العامل في المدرسه مش كتير، العمال اللي يبقى متوفر ليهم داده، احنا يعني نتمنى ان طلاب الدمج دي يبقى داده ليهم مثلا في المدرسه خاصه بيهم، عامله خاصه بال، لكن ظروف يعني نسبه يعني العجز في العامله برضو مش كتيره يعني عشان كده. فبس هم الحمد لله طبعا ولي الامر ممكن تلاقيه ممكن جاي يحد لما يوصل التلميذ ممكن يقعد ينتظره، يعني الولي الامر برضو في ليه اهتمام جامد بال ما طبيعي، يعني ولي الامر ده طبيعي جدا بالظروف. اللي هو يهتم بابنه او بنته. بس بتبقى اكتر من التلميذ العادي يعني. طيب بالنسبه لطلاب الدمج والاعاقات الحركيه، هل المدرسه مهيئه لاستقبالهم؟ ده السؤال اللي انا سالته. نعم مهيئه حضرتك مهيئة مدرستك مهيئه ازاي المدرسة، لاستقبال المدرسة اللي بيبقى الطلاب؟ التلميذ في دايما سنة أولى بتبقى في الدور الأول ليه، عشان طبعا قريبين للنزول الخروج، وخاصة لما يكون في تلميذ دمج ده بيبقى فيه ده على مدار يعني مش بقى ممكن دراسته، على مدار المدرسة دراسته كلها أستاذة سامية؟ التلاتين فصل مثلا مش ممكن المدرسة يعني 30 الفصل فيه 30 مش ممكن، ال30 بتلاقي فيهم 5 دم فتلاقي 3 دم، فدول بيبقوا لهم عناية دول سنة خاصة. أولى، لكن لما بينتقل للمراحل التانية وبينتقل وفي يعني هو حضرتك قلت لي في فصل بس أولى ابتدائي، طب وبعد كده الكثافة دي بتحصل إزاي؟ يعني إزاي بقى بيكون عندي فصل أولى ابتدائي بعد كده ألاقي في فصل تانية ابتدائي 10 فصول؟ يعني حضرتك عندك لا الفصل ما التاني فيش ابتدائي فيه لا كام؟ لا برضه نفس فصل واحد؟ هي مدرسة يعني يعني المدرسة استحالة 6 يكون فيها فصول 6 فصول، هي 6 فصول فقط لا غير؟ فعلا يعني ست أولى تانية تالتة رابعة خمسة ستة؟ نعم
يعني ده حضرتك اللي فأتمنى بتدير المدرسة، لا فمش احنا هقدر أقول حاجة يعني. احنا نتمنى المدارس كلها تبقى نسبة التلاميذ فيها مش يعني مش 70 في الفصل زي ما حضرتك بتقول، عايزين برضو نوفر مدارس كتير، واتمنى يعني الناس كلها ايوه لا بس انا بتكلم على حضرتك مدرسه 6 فصول فقط لا غير، يعني انا عمري ما دخلت مدرسه ابتدائي 6 فصول ما فقط لا هي غير. المباني القديمة اللي حضرتك بتبقى اللي هي الفيلات القديمة اللي بتبقى متبرعين بيها أصحابها وكده. طيب نرجع مره تانية لطلاب الدمج وكيفيه التعامل بقى مع ولي الامر وازاي بتستقبلوهم، هل لو زاد النسبه عن ال10% هل بتستقبلوا ال10% ملتزمين بيها، نعم ولا لان لا بعض مدير المدارس ملتزمين. يقول انا مش هقدر اقبل طلاب دمج رغم لا ان لا هو لا عنده قرار وزاري. لا إلا طلاب الدمج بيخشوا في أماكن في المدرسة عادي، هما أي تلميذ بيجي لحضرتك بتقبله، ما فيش يعني دايما التلميذ الدمج ده ليه رعاية خاصة، حراسة تامة لحد لما أسرته تيجي تاخده حراسة تامة من مين؟ من المدرسة. يعني لازم في عمال في متخصصين معاهم؟ عمال وفي المشرف الدور وفي دايما طالب الدمج ليه اهتمام تاني، ودي طبعا احنا بنتمنى ان احنا نقف جنبيهم. وطبعا الايام دي طبعا احنا شايفين السيد الرئيس طبعا مهتم اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة دي، يعني على مستوى الجمهورية، يعني نتمنى طبعا، يعني ونتمنى نتمنى ونشكر ان احنا الرئيس على نكون هذا العمل يعني اللي واقفين عند جزئية اللي احنا عندنا مشاكل في العمليات التعليمية، اكيد طبعا في مشاكل، ولكن نتمنى بس ان احنا بنتمنى نبقى زوالها نطلع الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة. برحب بحضراتكم مرة تانية، واكيد طبعا زي ما بنقول احنا عاوزين نتطور على المستوى التعليمي في قاطرة اساسية اخرى بجانب المستوى التعليمي اللي تتقدم بهم اي دولة. تعليم وصحة يساوي تنمية يساوي دولة متقدمة، الاهتمام بالناحيتين دول والمورد البشري بيؤثر بشكل كبير جدا. لكن هنتكلم يعني برضه هنحاول بقدر الامكان على ارض الواقع الاهتمام بالصحه الخاصه بالطلاب وطبيب المدرسه. يعني هل في طبيب للمدرسه نعم. فعليا ومتواجد، ولا هو يعني نظام بقى اللي هو كان على ايام انا، لا ما يعني كان طب الطبيب يجي الساعه 12 لتلت بيمشي الساعه 12، لا هو ده بمنتهى الامانه والله. الطبيب متواجد، بيبقى ليه كام مدرسة في على كل ما كام مدرسة بيبقى ليهم طبيب متواجد في طب ازاي عيادة ما. هيراعي كل الطلبه من الناحيه دي؟ يعني نعم ازاي هيشوف كل الطلبه؟ لا ما هوش هو بيجي المدرسة ليه يوم ان هو موجود من المدرسة، في تطعيمات بتتاخد من يعني هل الصف طبيب الأول. مدرسة بس هو متعلق بس بالتطعيمات الخاصة يعني لا 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 التطعيمات في ميعادها، بيعدي طبعا كل الطلاب خدوا التطعيمات، في تطعيم كل كام يوم، ناقص؟ كل كام يوم هم بيجوا مرة واثنين وثلاثة، وبتاخد المشرفة اللي هي بتاع التمريض بتاخد الأسماء اللي مش مو... اللي مثلا المفروض الطعام النهاردة ومش موجود غايب مثلا، بتيجي تاني مرة ليهم كارنيهات تأمين صحي، تطعيم اللي بياخدوه مثلا ليهم التطعيمات دي على طب مدى استاذ السنة. سامية، يعني هل في عياده طبيه؟ يعني انا عاوز يعني في بما انك عيادة طبية يعني قلنا هنتكلم عن الصحه الخاصه بالطلاب طبعا، وده بجانب طبعا يعني احنا بنقول نظام تعليم دي لازم يكون في اليات معينه منها الاهتمام بصحه الطالب او نعم، التلميذ. كل مدرسة لها طبيب مقيم فيها. حضرتك قلت لي لكل مجموعه مدارس طبيب، عشان بس ما لا يبقاش ما الكلام هو مختلف، حضرتك عشان بس يعني احنا ما نتوهش. حسب العدد، يعني مثلا المدرسة دي صغير يبقى بتاخد كام مدرسة معاها، لكن في مدارس كبيرة الدكتور قاعد فيها ومقيم فيها ليه عيادة فيها، بيجي الساعة زي الـ ليه ميعاد انه مثلا موجود من الساعة 8 الصبح لحد ما وطبعا لحد امتى؟ لا انا ما اعرفش لحد نهاية اليوم نظامهم لحد الدراسي؟ نهاية اليوم لا حضرتك الدراسي. كمدير مدرسة ده جزء من الإدارة نهاية اليوم المدرسية الدراسي موجودين بشكل يومي ولا يوم في الأسبوع زي ما حضرتك قلتي؟ بشكل لا ده لو ما كان مدرسة يبقى بيوم، يبقى مثلا ليه يومين في الأسبوع زي، وبيبقى ليه وظيفته بقى خلال اليومين دول؟ عيادة بقى يعني قاعد وظيفته فيها ايه، بيعمل ايه خلال اليومين دول؟ هل هو. بيجي يقعد في العيادة فقط لا غير، لا بيقعد في ولا لا المفروض بيلف على الفصول بيشوف التلاميذ هو بي بيلاحظ برضو في هو التلميذ بيبقى مثلا لما ممكن يكون بيكون عنده انيميا، يعني بالملاحظات اللي هي بالملاحظة نظرة الطبيب يعني؟ بيبقى في مثلا يشوف شكله كده، لا ده ممكن نعمل له تحليل، وده تعبان ده احنا بننزله ونقول روح للدكتورة عشان لو في يعني بيبقى عيان. والعيال طبعا في فترة الشتاء طبعا زي ما انت عارف حضرتك بتبقى معرضين للايه لفترة الانفلونزا والحاجات دي، فتحليل مش فطبعا الدكتور الفحص الدوري بيقوم الشامل بقى، بدواء يعني
الفحص الدوري الشامل ازاي بيتم في المدارس دلوقتي، واحنا بنتكلم بقى على نظام جديد. يعني لازم طبعاً يكون بقى في، بما ان في نظام جديد في التعليم، فلازم فيما يخص او ما يخص التعليم يكون نظام جديد ايضا. بيجي لهم اللجنه من مكونه من دكتوره مثلا ومعها طقم التمريض، وبيكشفوا اسنان عيون، بيكشفوا كشف كامل يعني، هو مش بالكامل يعني، هو يعني بشكل عام تحليل بيحولوه على التأمين الصحي، بيروح مثلا يحلل ففي اهتمام في الصحة يعني. لا بالنسبة طب حضرتك للمدارس لو مثلا عدينا النصف العام الدراسي الأول زي ما احنا كده ودلوقتي فترة امتحانات، نعم، وما جالكيش القافلة الطبية اللي حضرتك بتقولي عليها، هل بتبلغي الإدارة التعليمية؟ طبعا ايه الآلية اللي انت بتشتغلي عليها بعد كده؟ هي لازم احنا بنبلغ الإدارة طبعا، وبيبقى معانا النمر بتاعتهم موجودة معانا، وأي حاجة كده لازم نتصل بيهم، لازم يعني في اتصال ما بيننا وبين القافلة دي يعني، موجودين يعني، مش ما فيش كده كل واحد شغال لوحده، لا ده هم الموجودين. دي بتبقى من أول السنة معروفة إن احنا معانا الدكتور، والعيادة دي هي دي خاصة بالمدرسة. بعد كده تطعيمات، هم عارفين شغلهم. احنا حضرتك بتنبهي على الطلبة بقى يعني لازم الوجود في اليوم ده، يعني في تطعيم طبعا مثلا الأسبوع القادم يوم الأحد، طبعا في حضرتك افرض بتنبهي على الأولاد لأن مثلا ما نلاقيش مثلا نسبة الحضور يوم الأحد 30% من قوة المدرسة. بتيجي بقى تاني لو هي لقيت مثلا العيال مثلا وجودهم في غياب كتير، بتيجي لهم وبالاسماء، بتاخد الاسماء بتاعتهم، تيجي تاني مره واثنين وثلاثه عشان خاطر التعامل، لان التطعيم دي مهم جدا للتلميذ، وخاصه في سنه اولى يعني. دي التطعيم دي حاجه يعني، واحنا طبعا بنتمنى ان هي الحاجه الصحه والتعليم ده، دي حاجه يعني في دي حاجة في المقام الأول يعني لازم المقام نشتغل الاول عليها لكل بشكل فئه. كبير جدا الفترة القادمة يعني. فالحمد لله يعني. طيب بالنسبة للجان الخاصة، احنا قلنا اللجان الخاصة بتكون لطلاب الدمج، هل الاثنين في لجان خاصة من نوع آخر لطالب مثلا عنده مشكلة ممكن، صحية أو في وممكن مشكلة صحية طرأت عليه؟ في واحد مثلا حصلت له حادثة في المستشفى في مكان كده، بنجيبه مثلا نعمل له لجنة خاصة لوحده وكده. حتى بتجيبوه ولا بتروحوا له يا استاذ سامح؟ لا هو يعني هو في بيجي المستشفى دلوقتي، لا في لو في المستشفى في المستشفى والحالة عن تسمح طريق اللي هو يمتحن، عن طريق الإدارة، وبنعمل لجنة خاصة وبتروح بيكون في بتنقله. تسهيل في ده ولا أولياء الأمور بيعانوا في المشكلة دي؟ لا ما فيش، بيبقى في تسهيل طبعا. ده بالنسبة لحضرتك ولا بالنسبة بشكل عام؟ لا بالنسبة لشكل عام للجميع طبعا، كل ولي أمر بيبقى عايز ابنه يعدي السنة، حتى لو نايم في المستشفى بيبقى يطلب إن أنا ابني مريض، ابني عامل حادثة، ابني رجله مكسورة، الحاجات دي كلها بتمر يعني علينا. ولو في مثلا قادر يشيله وهيجيبه المدرسة بيجيبه يعني، بتوفر له إن هو يقعد عبال ما ياخده كده يعني، الحاجات دي مرت علينا يعني. طب الآلية بقى اللي يمشي عليها ولي الأمر عشان خاطر يعني يدخل ابنه لجنة خاصة، يعني حصل مشكلة طارئة، حادثة لا قدر الله بعيد عن بيكتب أولادنا كلهم طبعا، ولكن بيحصل ظروف طارئة، طبعا، بيكتب بيجيب حاجة ما تثبت من التأمين الصحي إن الولد ده تعبان أو محجوز في مستشفى كذا. طب ونفرض يعني والده عاوز يلحقه ومقتدر وقدر يوديه مستشفى خاص، هل بتاخده بيها ولا طبعا لازم من التأمين الصحي؟ لا يعني هي التأمين الصحي للأجازة، ما فيش مشكلة يعني دي الأجازة، لا انا لكن خلاص انا ابني فعلا دلوقتي انا عاوزه يمتحن، هو لا عنده القدرة ان هو فعلا يمتحن ولكن هو لازم يكون تحت رعاية طبية. بقدم طلب ان هو مريض، وبتتنقل وبنبلغ الإدارة، وبيحصل ان ايه ان تتنقل لجنة بتاخد لكده. فترة قد ايه الكلام ده؟ مش كتير، لان طبعا يعني طفل تعبان، تلميذ يعني تعبان، فكله بيبقى مستعد يعني، العطف طبعا لو بتبقى حصل حاجة. الكلام ده ليلة الامتحان يا استاذ سامي، يعني هو ما لحقش يبلغ او ما لحقش ياخد اجراءاته لغاية لما ابنه يفوق، فهو كده سقط في المادة او رسب في المادة غاب، ممكن ولا بيعيد المادة في لجنة خاصة؟ لا بعد كده، ممكن بعد كده لما يجي الترم الثاني بيعيد المادة بتاعت الترم الأولاني معاك. اللجنة بقى الخاصة دي بتكون عبارة عن ايه؟ يعني مين اللي بيروح يمتحن، الطالب او التلميذ؟ هو طبعا بيبقى اللجنة دي بتبقى متكونة، الإدارة هي اللي بتسمح بيها، وطبعا بأمر من الإدارة إن يبقى اللجنة دي في مثلا في المستشفى اللي هو موجود أو المكان اللي هو فيه، وبتبقى بتكون مكونة من تسهيل. ايه يعني؟ هل المعلم بس بيروح يمتحنه لا بورقة الأسئلة لا وورقة بيبقى معلم، الإجابة؟ وفي معاه ملاحظ تاني يعني اللي هو يعني بيبقى المراقب رئيس بقى على اللجنة. المعلم يعني.
واللجان يعني الحمد لله ربنا يجعل في لجان خاصه الحمد لله بتمر طبعا بسلام. بس احنا بس عشان ولي الامر برضو ما يكونش قلقان، يعني يعرف ياخد اجراءاته. لا ان شاء الله ما فيش اي حاجه، وبعدين في تسهيل برضو يعني من القيادات الكبيره لوزير التربيه والتعليم، برضو في من مدير الاداره، في من بنشكر كل اللي بيقفوا جنب ولادنا، ما هم دول ولادنا الاول والاخر، هم من ولادنا يعني. التوجيهات والارشادات بقى من الاداره التعليميه فيما يخص المنهج الجديد والصفوف الاولى من التعليم الابتدائي. طبعا التواجد بالمدرسات وحضور التلاميذ من الفتره اللي هي من الموجود فيها الاجازه طبعا اللي هي السنه الاولى لحد 24 واحد. العمل التلميذ المعلم ده هو ضمير، والتلميذ احنا بنعتبره التلميذ هو يعني ده الضمير، وده الايه التلميذ هو الاساس العمليه التعليميه يعني. في متابعه من الاداره التعليميه على طبعا المنهج الجديد والنظام وازاي في المعلمين دائما طبقوا المنهج الجديد؟ دائما متواجدين، متابعه من الاداره، متابعه من التوجيه، كل ماده لها توجيه حتى يعني، ومحاضرين دايما موجودين يعني، مش في يوم بعدي لما لازم تلاقي في توجيهات جديده. الملاحظات بقى للمتابعه بتاخدها، يعني ايه الملاحظات مع منهج جديد لسه يطبق لاول مره في هذا العام، وبالتالي لازم هيكون في برضو مشاكل وفي نقاط مثلا ممكن يكون المعلم ما خدش باله منها، ايه المتابعه يعني ايه الاثار اللي ممكن تكون ادت من المتابعه، يعني التوجيهات الخاصه بالمعلمين على سبيل المثال؟ هي التوجيهات طبعا انتظام بالعمل، حضور التلميذ ان احنا تحفيز التلاميذ ما يغيبوش، حضور يعني حضور مستمر، لا المنهج بقى نفسه، يعني المنهج المعلم نفسه تعامل مع المنهج ازاي؟ المنهج تسهيل المنهج للتلاميذ، بيجوا طبعا ويطلعوا بيكتبوا على السبورات وبيطلعوا التلاميذ كلهم واحد واحد، وبيشوفوا التقييم هل العملية التعليمية ماشية، هل في عوائق ليها، وطبعا لازم كل حاجة في أولها بتبقى فيها يعني بعض بعض العوائق. الحقائق. بس طب بما ان احنا في اولها كده، ايه العوائق بقى اللي قابلت المنهج الجديد؟ هو المنهج الجديد طبعا حضرتك انت، انا بتفائل يعني لا هو كلامي يعني متفائل، انا على فكره لكن مش ضد ابدا، بالعكس ان لا احنا لكن نتفائل احنا ونقول ان بنتفائل، شاء الله بس اللي جاي احسن طبعا، ده حاجه بنتمناها، بنقول الحاجات ولكن دي. برضو واحنا بنتفائل لازم ناخد بالنا برضو من نقاط الضعف عندنا والمشاكل ما اللي هي ممكن تقابلنا عشان نقاط نعرف حضرتك ناخد خطوه ايجابيه. طول الفتره على التلميذ دي في الاول، دي كانت صعبه طبعا في الاول، يعني الفتره ممتده يعني لحد دي بس الإعاقات على التلميذ فقط لا غير، يعني هي لا فترة في الدراسة في اليوم الدراسي. هي فترة الدراسة طب في اليوم والمعلم ما الدراسي عندوش أي مشاكل؟ أنا عاوز أقول المعلم لحضرتك على حاجة بمنتهى الأمانة، في بعض المعلمين للصفوف الأولى بيقول لي أنا لحد وقتنا هذا مش فاهم المنهج الجديد، يعني أنا أبتدي أشتغل عليه إزاي؟ لو هو يمكن عشان لسه أول سنة لو أو حضرتك لسه خبرته لازم ما لو اكتملتش. لو هو مثلا راح التدريب وحضر التدريبات، واكيد يعني انا عند كل اللي راحوا التدريبات يعني كلهم بيقولوا لي المنهج جميل والمنهج احنا فاهمينه، ولو مشي والعمليه كده هيربط هيفتح افاق جديده للتلميذ، هيبقى ربط التلميذ بالبيئه، دي حاجه يعني بدل ما يدنه هو في الحاجات اللي هو كان بياخدها، لا الوقت عنده فكر جديد، في تطلع جديد. طبعا حضرتك عارف التلاميذ دلوقتي جيل الفيسبوك والنت والحاجات دي، يعني مش عاد بقى على قد الكتب والحاجات دي، وان شاء الله بعد كده هيبقى تاب بقى وتابلت، يعني دي هتبقى يعني قدام يعني بعد هي كده. قدامه ولا لسه؟ ده على فكره في ناس كتير جدا بتسال عن الموضوع التاب في سنه اولى ثانوي، لسه احنا طبعا انا سنه اولى ثانوي، وانا يعني هي بس عشان ما بس احنا اقدرش اتكلمنا قبل اقول الحلقه لان كان المفروض الحلقه هتدور عن نظام التعليم الجديد بشكله الكامل، ولكن هي استاذه ساميه قالت لي ما اقدرش انا مش هقدر اتكلم غير في الجزء الخاص بيا تخصصنا وهو الاولاني الابتدائي. ابتدائي. فان شاء الله حضرتك يعني نتمنى الخير لمصر واولادنا كلهم والطلبه، وطبعا دي حاجه تشرفنا كلنا يعني لما يبقى. المتابعه بقى مع المعلمين نفسهم في التدريبات، يعني ايه التدريبات اللي هيحصلوا عليها فيما يخص برضو المنهج الجديد وتطوير المنهج الجديد؟ هو طبعا انا في تقريبا هيبقى في تدريبات في اجازه نص السنه، عن يعني تدريبات هتكون عن ايه؟ يعني ايه الحزمه التدريبيه اللي هتكون موجوده في عن اجازه نص السنه للمعلمين؟ واحنا بنتمنى ان التدريبات دي هتبقى عن الباقه اللي التلميذ بيعمل، اللي هي ايه مثلا بيكتب بيقول لك ايه كم
تحب أن تكون إيه؟ دي الحاجات دي كلها موجودة في الكتاب اللي هي، فهم بيروحوا يتدربوا عليها إزاي يوصل المعلومة للتلميذ، إزاي إن هو طب لو تلميذ قال له انا مش عارف انا عاوز ابقى ايه، وده طبيعي لا ورد كتير جدا منهم ده لحد الثانويه، ممكن تسالي حد يقول لك انا مش عارف انا عاوز اطلع ايه، انا هجيب مجموع كبير واخش الكليه اللي انا عاوزها. بس يعني في الوقت يعني ما هو مش يعني من نفس السؤال ده في حاجات تانية اصل حضرتك ادم اديتيني مثال فلازم ادخل جوه، لازم فحضرتك اللي اديتيني مثال يعني الحاجات يعني دي اكيد المعلم اتدرب على ده. يعني انت لو طبعا سالت الطالب انت نفسك تطلع ايه لما تكبر وما ردش عليك وجاوب انا عاوز انمي مهاراته الحياتيه، فلازم يكون عندك ردود. طبعا في كاريزما معلم هو بيعرف ياخد طبعا ويدي مع الطالب في المرحله العمريه دي، ولكن في معلم اخر هو محتاج لتدريبات عشان يعرف محتدي يرد على الطالب. صح. هو حضرتك ان شاء الله هيبقى في تدريبات متوسعة في الفترة اللي جاية، هيبقى في اهتمام اكتر كمان، والمنظومة طبعا منظومة. لما سألنا كل حضرتك المدرسين كمدير كم لمدرسة بتتابعي ازاي المنهج الجديد؟ بتشوفيه ازاي؟ بتحاولي بقدر الامكان تقربي من المعلمين ازاي وتعرفي طبعا مشاكلهم كل فيما يخص المنهج او اليوم الدراسي؟ هو طبعا في الاول كان طبعا اول المنهج لما نزل كان في طبعا اول كان في مشاكل، بعد كده هم تفهموا وهم قالوا المنهج جميل عاجبنا، والوقت احنا المنهج متميز، ولو التلميذ اتفتح على المنهج ده هيبقى حاجة تانية وهيبقى في فكر تاني وفي ف يعني المنتظر بقى في العام القادم، يعني ايه المنتظر في العام القادم؟ احنا قلنا يعني كل عام تقريبا هتزيد مرحلة، يعني ممكن يكون هيبقى بقى السنة الجاية سنة لحد تانية، سنة تانية وتالتة ورابعة سنة تقريبا. تانية وهيبدأ فكل سنة هتبقى العملية أكبر. احنا بدأنا هل هيحصل تغيير او تطوير في المناهج الموجودة؟ يعني هل هنشوف بقى ممكن المشاكل اللي تكون في المنهج هنحلها العام طبعا القادم؟ العام القادم طبعا احنا منتظرين طبعا التعليمات من السيد الوزير ان هيبقى في السنة الجاية هيبقى المنهج هيتغير طبعا، والحاجات اللي السلبيات اللي هي مثلا في هتتغير طبعا، تبقى السنة الجاية هتبقى حاجة تانية بقى. يعني هنبدأ بقى تطوير، احنا هو بصراحة يعني بدأ تطوير التعليم، فاحنا قصدي كلنا حضرتك الاستمرارية في التطوير، يعني عشان احنا بقى المفروض بدأنا. بدأنا هيبقى مستمر التطوير إن شاء الله، ونتمنى بقى الارشادات اللي حضرتك بتوجهي بيها الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي داخل المدرسة، وخاصة احنا قلنا منطقة الامان دي بتهم اولياء نعم الامور، يعني هل هنا في تعامل مباشر ما بين الاخصائي النفسي والاجتماعي مع اولياء الامور؟ يعني في نظام جديد في تطوير يعني لازم في نحاول طبعا نتجاوب معاه؟ لا طبعا الأخصائي الاجتماعي ده دوره مباشر مع المفروض مع مع ولي الأمر. الطالب في المقام الأول طبعا. الأول التلميذ ثم الأسرة، لو كان في مثلا مشاكل أسرية في المنزل هو برضو بيحاول يعرف إن التلميذ ده مثلا قاعد تعبان بعيد عن المنطقة السكنية للمدرسة، فبيحاول إن هو يشوف إيه يعني إيه ظروف التلميذ، غيابه كتير ليه، بحاول إن هو يعرف. فيعني في تواصل دايما بين الأخصائي الاجتماعي والأسرة بتاعة التلميذ، طب واليوم يوم معين من هل هنا السنة. عدد الاخصائيين الاجتماعيين متناسب مع العدد والكثافه الطلابيه الموجوده داخل المدرسه؟ هو يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، لفترات كبيره جدا في كان في مدارس غياب للاخصائي الاجتماعي داخل المدرسه، يعني ما كانش متواجد بالقوه، لا كان في دلوقتي مسمى بس ان في اخصائي لا اجتماعي. دلوقتي عايمة في دوره اللي هو الموجود في المدرسة، لا في دور ليه في المدرسة، مش هو يعني مش زي زمان كان في عدم تواجد، لا فيش حد في المدرسة ما لهوش دور، حتى العامل حتى كل واحد ليه دور في مكانه، ما فيش زمان اللي هي لا احنا النهاردة داخلين على حاجة جديدة اللي هي ايه التطهير من اللي مش اللي ليه دور، كل واحد بيقوم بدوره، ما فيش كلمة ان هو مش متواجد او غايب، لا في دفتر حضور وانصراف شكرا وفي لوجودك معنا النهارده استاذ سامية، بشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا. انا سعيدة وطبعا بالحوار بتاع حضرتك، واتمنى وكل سنة وانتم طيبين، والوزير احنا التربية والتعليم يقول له اهم كل حاجه سنة نتمنى وحضرتك بس طيب. يعني تكون معلومه حتى لو بسيطه وصلت للناس، يعني اتمنى ان احنا ان نكون شاء خرجنا الله بالحلقه بمعلومه لو كانت بسيطه حتى. شكرا، ما كنش ضيفة تقيلة على لا لا خالص، حضرتك نورتينا وكده، وشرفتينا. شكرا كل سنة لحضراتكم وانت على حسن طيب، ألف المتابعه، سلامة. واشوفكم دايما على خير وحلقات اخرى من برنامجكم حديث التعليم.